حظى على الكاس المفتوح، شعار الغربية لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري دافع بمدمنة في هذا الكاس، كاس المحليات. ننتقل إلى المركز الثاني، الرباط في المركز الثاني للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري، وفي المركز الثالث الوذبة للسيد محمد بن عتيج بن محمد بن زيتون المهيري، وفي المركز الرابع انتصار للسيد مبارك بن راشد بن علي الشامسي، وفي المركز الخامس الشاهينية للسيد راشد بن محمد بن راشد المنصوري. هذا أول نداء للمراكز الخمس الأوائل، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى مدمنة. مدمنة في المقدمة للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وفي المركز الثاني الرباط للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري، شعار سفير الأصالة متواجد على ظهر الرباط. نشوف وناخذ، المركز الثالث، انتصار في المركز الثالث للسيد مبارك بن راشد بن علي الشامسي، وفي المركز الرابع تسلل على المركز الثالث في هذه اللحظات. مودة تغير وتنتقل إلى المركز الثالث للسيد سعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي، المركز الرابع انتصار للسيد مبارك بن راشد بن علي الشامسي، وفي المركز الخامس ها هي بلبلة الذي رشحوها كلهم في الاستوديو، وأولهم سيل بن غراب الاجتبي. يا سلوم بلبلة بلبلة بلبلة، مرغم 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 كاس مرغم كاس مرغم كاس مرغم كاس كاس مرغم مرغم كاس مرغم كاس، يا سلام. ها يا مرغم 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 مع بلبلة بنقول سلام 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 عليكم يا هالمرغم، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين. تهانينا للسيد محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على فوز بلبلة بكاس المحليات، ذهب إلى مرغم. المركز الثاني مدمنة للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المركز الثالث مودة للسيد سعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي مرموقة، في المركز الرابع للسيد غانم بن منصور بن غانم مال سيف الخيارين، وفي المركز الخامس الغربية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذه النتيجة، والتوقيت الزمني من مخرجنا ساعة وصول بلبلة صاحبة كاس المحليات، ذهبت بالكاس إلى هالي مرغم. يا سلام يا سلام، ذهب في ذهب، هاي عوايد بلبلة دائما معودتنا انتزاع المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، واليوم تنتزع كاس المحليات وتهديه إلى محبينها وإلى هالي مرغم وإلى مالكة محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. قطعة مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدره 12 دقيقة 23 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، ويتحطم التوقيت تحت أقدام بلبلة. تهانينا للسيد محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا لإخوانه الكرام. المركز الثاني كان من نصيب مدمنة، 12 دقيقة 28 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والذي وصلت في المركز الثالث، مودة في المركز الثالث 12 دقيقة 34 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد السعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي، تهانينا للجميع والنم.